السلام عليكم اخوان، بخير؟ لاباس عليكم؟ هاني كلشي بخير، معكم المعلم رضوان. اليوم عندنا واحد الفيديو جديد ان شاء الله، على موضوع تماس كهربائي، يعني الثلاجه كيضرب فيها الضوء، فلامات كيضربك الضوء. السبب عندنا فيشه فيها مشكل، هي هادي السبب ديال هادشي. السبب ديال هادشي هو ملي كيكون الناس كيديروا ميناج او تجفيف او تسياق ديال الارض، كينصل الفيشه كيحطها في الارض، كيصيق، كيوصل الماء، كيعاود يرد الضوء، الفيش ديال الكهرباء كيولي فيها هاد المشكل. العلاج ديالها هو حنا بعدا نشوفوا شنو المشكل. هو قربنا عليك هنا، هنا كتعطينا قراءة مع الأرضي، كيعطينا قراءة، يعني المشكل كاين في الفيشة. الحل ديالها تأكدوا قرب انا الاخوان، شوف لي هنا التماس كيبان لك هنا، نقيسوا اقطاب مع بعضياتهم، عطاونا قراءه مع الارضي، عطاونا قراءه على ثلاث مراحل، يعني ان الفيشه فيها مشكل، وهي هذه شتيها، داو المشكل اللي كاين. الحل هو غنبدلوه، ولا بغيتي هذا المشكل ما يكونش، الا بديتي كتنظف وطيحتيه خاصك ما يطيحش، خصو يتعلق. طريقه ديني خير، فيشه جديده فيها الارضي، طريقة بهذا الشكل. بارد أو نوتر في واحد من الأقطاب اتجاه آخر، حار أو الفاس. تأكد من الأمور مزيانة. هذا الأرضي لاتير أو الأرضي، وهذا المكان ديالو هو هذا، ضروري تركبو. هاهو نحلو ليه الفيشة ديالو، فيس أو البرغي، هذاك راه الحماية، الناس اللي كيحيدوه. إذا كان عندك لاماس في الثلاجة راه تقدر تأدي بك إلى الموت، الكهرباء ما معاش لعب.
ها نحن ذا ها يونس هذا خيط شدوا بيدي دفعه يدخل جيدا ها مزيان عاودوا نديروا فحص ديالنا نشوفوا الاقطاب الارضي ما فيهاش شي مشكل في الداخل ديالها غنشوفوا مهم بالنسبه لهذا الفيديو هذا ديال التليفون بالنسبه لهذا الفيديو الفيشه الى طاحت لك الى صرتي الثلاجه وبغيتي تسيق نعلقها علقها بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل تعلق ما تطيحش في الماء الا طاحت في الماء المشكل اللي كيولي عندك هو هذا هذا المشكل يقدر يجي شي معلم ولا شي فنان ولا شي واحد ما ممرش مزيان يقدر يمشي لك الكومبريسور يمشي لك بزاف ديال الحويجات لكن هذا المشكل هو الفيشه الفيشه ما خصهاش يوصل الماء لو وصل الماء النتيجه السلام عليكم ورحمه الله الى عجبك الفيديو شارك في القناه وفعل الجرس او فيديو يوصلك فيديوهات جداد والى لقاء اخر وفيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته